السلام عليكم. تدخلت ليلة أول أمس عناصر الحماية المدنية للوحدة الثانوية لدائرة عمي موسى لتحويل شاب لمصلحة حفظ الجثث بمستشفى عمي موسى المختلط بولاية غليزانة، وعثر على الضحية والذي يبلغ من العمر 29 سنة متوفي من الوريد إلى الوريد بأحد الأودية وسط غابة شراطة بتراب بلدية الرمكة. وتنحدر عائلته من منطقة الرمكة ويغطم ببلدية وادي رهيوة. كان قد رافق عمه صباحا لمساعدته في بناء اسطبل بدوار سيدي سالم بمنطقة شراطة ليختفي عن الأنظار، وبعد مباشرة عملية البحث تم العثور عليه متوفي وبيده آلة حادة تتقاطر بالدماء، فيما فتحت مصالح الدرك الوطني لبلدية الرمكة تحقيقا في الحادثة الأليمة. إن لله وإنا إليه راجعون.